بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وألا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، نطمع في ذلك، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم. ونسأله جل في علاه الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب على طاعته أن ييسر لنا جمعا خيرا منه في جناته، جنات النعيم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ومن غير حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين. أما بعد، فالأصل في مثل هذه المجالس يعني أنها قائمة على الإباحة، لأن ما هو يعني يتأرجح بين المستحب وبين الواجب، فقد قام به سيدي معاذ أبو غيث حفظه الله يعني قبله، اللي هو ما يتعلق بقضية النسك ديال العقيقة والذبح وكذا والتسمية، هذا أمر قد مضى. لكن الإنسان بطبيعته إذا حباه الله عز وجل بنعمة فهو يفرح بها ويحب أن يتقاسم هذا الخير مع إخوانه، فتكون مثله هذه المجالس لتقاسم الفرحة وليفرح المسلم لفرح أخيه. أما يعني فيكون هذا التقاسم وهذا الطعام ويكون هذا. أما يعني الأصل في مجلس كهذا فهو يدخل ضمن الدائرة الأوسع في الأحكام الخمسة الفقهية، وهي دائرة المباح، أن كل ما نقوم به فهو يتأرجح بين الأحكام الخمسة. هناك ما هو واجب فرض، وهناك ما هو محرم، وهناك ما هو مستحب مندوب، وهناك ما هو مكروه، ويبقى تبقى الدائرة الأوسع في أعمال الناس وهي دائرة المباح. فإذا كان الإنسان إذا فعل الواجب بنية فعل الواجب فهو يؤجر على ذلك، وإذا قام بالمستحب بنية التقرب إلى الله فهو يؤجر على ذلك، وإذا ترك المحرم ابتغاء مرضات الله فهو يؤجر على ذلك، وإذا ترك المكروه قربا لله عز وجل فهو يؤجر على ذلك. لكن تبقى دائرة المباح، هذه الدائرة هي أوسع دائرة لأعمال العبد في يومه وليلته، فإذا لم يستحضر فيها العبد نية التقرب إلى الله قد تضيع منه مجموعة كبيرة من الأعمال يقوم بها، لكنها احنا ما كنتكلموش على الحرام، احنا كنتكلموا على ما هو مباح. مشيتي عند صاحبك، سولتي عليه، تلاقيتي معاه، مشيتوا شربتوا قهوة، خرجتوا، جيتوا، رجعتوا، هذا كله يدخل ضمن دائرة المباح. لكن إذا لم يستحضر الإشكال فينا هو إذا لم يستحضر فيه العبد نية التقرب إلى الله عن طريق هذا الفعل، فيكون ذلك الفعل قد ضاع منه. أثر عن بعض السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله أنه كان في مجلسه يعلم الأولاد، فطرق أحدهم الباب، فقام أحد الأولاد استأذن وقال، يعني أحد الطلبة استأذن شيخه، قال استأذنك يا شيخي لأفتح الباب. فقال له شيخه بأي نية تفتح الباب؟ بأية نية تفتح الباب؟ قال له سبحان الله، أو في فتح الباب نية؟ يعني واش تمشي نحل الباب تا هو زعما الإنسان؟ فجعل يعدد له أكثر من 20 نية لعمل صالح فيه إرشاد الضال وهداية الحائر وسقي الماء وربما أمر بمعروف وربما دلالة على الخير وربما صلة للرحم وربما إصلاح لذات البين، جعل يعدد له النية. فانظر إلى هؤلاء الذين سبقونا كما وكيفا، أين كانت هممهم؟ كانت هممهم في تحويل صغير العمل وكبيره ليكون قربا يجدها العبد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه المجالس تدخل الأصل فيها أنها تدخل ضمن دائرة المباح، فلذلك يجتهد بعض أهل الخير والفضل لكي لا تنسحب أوقاتنا من مثل هذه المجالس فيما قد يغلب عليها عادة من اللغو. لا أقول أن يكون فيها الغيبة ولا النميمة ولا، يعني نحن نشرف مقامكم عن مثل هذا، لكن أن تضيع أوقاتنا في اللغو نحن نجتهد لكي يعني نأخذ من أوقاتنا ما يمكن أن نجده بين يدي الله سبحانه وتعالى
ينفعنا به الله عز وجل بإذنه ورحمته ومغفرته. فلذلك يتكون مثل هذه التلاوات الطيبة، وتكون مثلا كلمة في هذا الباب يعني الأصل فيها أيضا لا تكون يعني طويلة، ولا يكون درسا علميا بأصوله وكذا، لأن هذا ليس مقاما لمقام التعليم، هذا مقام مزاحمة الشياطين حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا دون أن نكون قد اغتنمناه بما يسر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل في مثل هذه المجالس. فالله عز وجل كما تلا علينا شيخنا حفظه الله من خواتم سورة الشورى، وهو يتحدث وهو يتكلم سبحانه جل في علاه عن قضية الأولاد. كلما تكلم الله عز وجل عن قضية الأولاد إما عطاء منه، وإما طلبا من أحد عباده، وإما شكرا على نعم هذه النعمة، دائما يكون الكلام عن الأولاد بلفظ الهبة، فهي هبة من الله. فتجد في قول الله عز وجل على لسان زكريا قوله فهب لي من لدنك وليا، وعلى لسان إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وفي قول الله عز وجل عطاء وتفضلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، بمعنى يعطيه الذكور والإناث، أنه يزوجهم مش زعما يزوجهم الزواج، لا يزوجهم يعني يعطيه الذكور والإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، عليم بما يصلح لك. من الناس من لا يصلح له إلا الذكور، تعطاه البنت تقدر تكرف صليفة ميلة كلها، ومنهم من لا يصلح له إلا الإناث كيمشي معاهم في أمان الله وحفظه، يتزاد الذكر يريب لي كل شيء، ومنهم من لا يصلح له إلا أن يكون عنده ذكر وأنثى، ومنهم من لا يصلح له شيء من هذا، كما بغى يكون نوع الولد إلى جهل الولد يقدر يكرفصه، فالله عز وجل يمنع عنه الولد ليعطيه ما يخلف به هذا الأمر في أمور دينه وأمور آخرته. إنه عليم قدير، يعني حتى لو لم يكن قد أعطاك ما تتمنى هو قدير على أن يعطيك ما تتمنى، سواء ببذل الأسباب أو بدون بذل الأسباب، إنه عليم قدير سبحانه جل في علاه. لكن هذه الهبة كما أن الشخص، ولله المثل الأعلى، كما أن الشخص إذا وهبك شيئا تحبه، ولذلك الشخص عندك مقام عال، انت مثلا داك السيد تتعظمه وعزيز عليك وتتوقره وكذا، وجاء اعطاك مثلا، احنا نفترض اعطاك مثلا هذه اللوحه الطيبه اللي فيها الايات الاولى من سوره الفتح، انا فتحنا لك فتحا مبينا، فبما ان ذلك الشخص له عندك مقام عظيم، فكلما دخل عليك ذلك الشخص في زياره تحب ان تبين له ان هديته لك راه في مقام عظيم في قلبك ايضا، فما غاديش تهدها وتحطها مثلا تعلق مثلا اللوحه، ما تشدها تعلقها مثلا في المطبخ، كتعلقها في البلاصه اللي كتبغي تكبر بها بالناس، كيف تنقولوا حنا البلاصه اللي كتبغي تبين للناس راه مرحبا بكم وكذا، هي اللي مشهوره عندنا حنا البهو او ما يسمى بالصالون، فتتعلقها. علاش؟ فاش ملي تيجي هذاك الشخص وتيجلس وتيشوف تيقول حطها في واحد المكان اللي عنده قيمه كبيره، اذا راه مقامي عنده مقام عظيم. ولله المثل الاعلى، فكيف بك بذلك الولد إذا وهبك الله عز وجل إياه؟ كيف تبين لربك سبحانه وتعالى أن مقامه جل في علاه في قلبك هو أعظم من كل مقام؟ بأن تضع تلك الهبة حيث يراها الله عز وجل فيفرح بوضعك لها، وهذا هو أعلى درجات الشكر، لأن الشكر كما لا يخفى على شريف علمكم هو على ثلاث مراتب. كل مرتبة الأولى هي مرتبة الشكر بالقلب، يعني أن ينعقد قلبك على أن النعمة التي عندك هي من الله. يقدر يكون بنادم هو اللي تسخر لك فيها، تشكره وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وقد تهديه شيئا على أنه تسخر لك في هذه المسألة، لكن تعتقد أن الله هو الذي سخره لك ولم يأتي من ذاته، وهذا مصداق قول الله عز وجل كما في سورة النحل وما بكم من نعمة فمن الله. ثم يرتقي العبد إلى مرتبة أعلى في الشكر، ألا وهي الشكر باللسان من باب التحدث بالنعمة. مقام التفريق بين التحدث بالنعمة وبين التكبر على الناس بالنعمة هذا مقام آخر يفصل فيه في مقامه، إحنا الكلام عندنا غير أن يتحدث الإنسان بالنعمة،
يتحدث بنعمه الهدايه، جالسين تنتكلموا كذا الى اخره، يقول لي يا صاحبي شتي هذاك جارنا كيفاش داير، وتحسينتو كي دايره ولبسو كي داير، كيقول له بيشوف الله يهدي، حنا راه الله اعلم على حالتنا كيفاش كانت دايره، وكنا اكثر منه، هو ربما كان جابد عليها في تحسينها، اما حنا راه الاخلاق ديالنا كنا محسنين لها بابا، هو راه محسنين شعرو ولكن راه درويش وظريف وكذا، هو مبتلى بشي حاجه، حنا كنا مبتلين بشي حاجه قبح منه، الحمد لله الذي عافانا، وفين كنا تتحدث بنعمه الله. ماشي تمشي طوموبيل انت يلاه خرجتها دير واحد 50 مليون وتمشي توقف على عباد الله الدراوش وتوقف تقول لهم الحمد لله راه سيدي ربي نعم علينا بهذه السياره، وتجي عند عباد الله ما لقيتها باش تنقصنا انا وتقول لنا نعم علي الله، هذا الطنز على عباد الله، هذا ما لا يجي، هذا بالعكس هذا راه تحتقر الناس، هذا راه ماشي التحدث بنعمه الله. ملي يقول لك بنادم لا وخصك دير هادي ودير هادي، تقول لي شوف حنا الحمد لله كنا ما لاقينش باش الى جاب الله فلوس الفطور ما كيجيبش ما كاينش فلوس الغداء، غتقلب على وجبه وحده هي اللي غتكالي بها في النهار، ومن بعد سيدي ربي كرمنا والحمد لله، فخاصنا نتحركوا في هذا الخير ونديروا التحدث بنعمه الله مصداقا لقول الله عز وجل كما في سوره الضحى، واما بنعمه ربك فحدث. ثم يرتقي العبد في مقام الشكر الى المقام الاعلى، وهو المقام الذي لا يصله الا فرادى من الناس بشهاده القران الكريم. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وهي مرتبة الشكر بالعمل. كيف الشكر بالعمل؟ أن تجعل تلك النعمة في طاعة الله. أعطاك العوينات كيشوفوا، حيت كاين اللي عنده العوينات وما تيشوفوش. أعطاك العوينات تيشوفوا، تستعملهم في طاعة الله وتمنعهم عن محارم الله. أعطاك اليدين تيتحركوا، حيت كاين اللي عنده اليدين ولكن ما تيتحركوش، وكاين اللي ما عندوش اليدين. أنت عندك اليدين وتتحركوا، تستعملهم في طاعة الله وتكف يديك عن محارم الله. أعطاك الرجلات كذلك ومثال، أعطاك الجهاز الهضمي ديالك خدام مزيان كذلك ومثال، أعطاك الذوق كذلك ومثال، السمع كذلك ومثال، المال كذلك ومثال، الأولاد كذلك ومثال، تستعملهم في طاعة الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، المهم أن تؤدي الذي عليك. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. ثم أردف بعد ذلك قائلا مباشرة: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور، ما قال تعالى وقليل من عبادي الشاكرين، قال وقليل من عبادي الشكور. والشكور على وزن فعول، وهي صيغة للمبالغة، يعني قليل من عبادي الذي يصل مرتبة كثرة الشكر. وإلا احنا راه كلنا منا وجبد، ملي كتبغي تاكل راه تقول بسم الله عادي، فك الجوع كتقول بسم الله، كتكون فك الجوع ولا مريض ولا عيان ديما كتذكر الله، كتقول بسم الله. لكن شحال من واحد فينا كيقول الحمد لله ملي كيسالي الماكله؟ خلينا من الناس، تقولي لعيبه مزيان قلت هذه اللقطه هذه باش نحضيهم نساليو الماكله، قلتي الحمد لله نحصل هذا، لا، دائما اذكر، لا اذكر نفسي واخواني بامر حتى يحكموا من خلاله على الناس، انما اذكر نفسي واخواني حتى ينظر كل واحد فينا الى نفسه. كندير ديك القضيه ما كنديرش ديك القضيه، لست عليهم بمسيطر، فقط جاب الله التذكير قضي غرا، ما كاينش كيفاش نحضر راسي. قليل منا اللي يداوم على حمد الله، علما انك تعلم يقينا حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي فيه ان الله يرضى عن عبده اذا اكل الاكله ان يحمده عليها، واذا شرب الشربه ان يحمده عليها. كتاكل الماكله كتقول الحمد لله يرضى عنك الله، في الصلاه ملي كتهز كترفع كيقول الامام سمع الله لمن حمده، كتقول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، سمع اجابه. إذا قال العبد عند فراغه من الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومع ذلك شحال كنفرطوا حنا في هذا الحمد. وقليل من عبادي الشكور. إذا هذه الهبة اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى علينا أن نصرفها فيما يرضي الله عز وجل. هذه الهبة اللي هما الوليدات، إذا خصنا نحطهم في الطريق الذي إذا نظر الرب عز وجل إليه علم أن هذا العبد إنما هو عبد يريد الله عز وجل والدار الآخرة، يعني عبد شكر تلك الهبة. أوسع طريق وأضمن طريق وأكثر طريق اختصارا للسير إلى الله عز وجل إنما هو عبر كلام الله سبحانه وتعالى. فلبغينا هاد الوليدات ديالنا يمشيوا مزيان لعند سيدي ربي، راه هاد الوليدات خصهم يتحطوا في طريق القرآن الكريم. أنا ما كنقولش لك هز هذوك الوليدات وخرجهم من المدارس وما تقريهم حتى شي قرايه إلا القرآن الكريم، لا،
ما قلتش هذا الشيء، وما عمرني ما قلت هذا الشيء، وما عمرني ما قبزت على شي واحد هذا الشيء. الا دارها شي واحد الله يسخر ليه، هذا توجه خداه. لكن الغرض عندي ان يعيش اولادنا مع القران الكريم منذ البدايه. بغيناش نبقاو نفرخوا في ديك المخلوقات اللي محسوبه علينا حنا، وملي كتسولوا راه ما نحتاجش نقول لكم اش كتشوفوا في الاعلام، وان كان الاعلام لا يعكس الحقيقة العامة لأولاد المسلمين. ردوا البال الله يجازيكم بخير. ملي تجيكم مثلا شي قناة ولا شي جريدة إلكترونية ولا شي حاجة من هذا القبيل، بغات غير تطلع العدد ديال المشاهدات بغض النظر على داكشي اللي كدوزو، واش داكشي كيسوى ولا ما يسواش، يستحق ما يستحقش، داكشي جيد ولا رديء ولا ما كيهمنيش أنا فهادشي. اللي كيهمني هو أنه ردوا البال. راه دائما واحد العدد ديال القنوات تتصيد الفترات ديال الامتحانات، وكيتسناو ديما الوليدات كيسالوا الامتحانات، اما سنه اولى بكالوريا وسنه ثانيه بكالوريا. ما كيمشيوش عند الطلبه الجامعيين الا قليله، كيمشيو عند هاد الوليدات هاد، علما انهم راه ملي كيمشيو هما يسولوا كيدوزوا الامتحانات، راه كيسولوا واحد الشريحه كبيره ديال الطلبه، راه كيسولوا واحد 50 60 100 120، راه ما كدوزوش 10 اللي كيدوزوا. لكن اش كيدوزوا لكم نتوما ملي كيمقصوا ويصايبوا المونتاج؟ تيجمع لك غير النطيحه وما عاف السبع لا ما اكله. وهذوك العينات حنا باش عاوتاني نتحملوا مسؤوليتنا شي شويه، حنا ملي كيوصلنا هذوك الفيديوهات اش كنبداو نديروا؟ نبداو في ترويجها، وكنبداو نروجوا واشوف هذه المصيبه واشوف الدراري. لا ما تبقاش تقول شوف هاد الدراري، هاد العينه اللي وصولوها هي اللي جاوبته هكا، واللي كيتحرك في هذا الباب هذا راه يعلم يقينا كيفاش الامور كدوز. راه تيسولوا قدامك 100 واحد، وفي العشيه كتسنى الفيديو يتحط كتلقاهم حطوا واحد 5 6، لكن هذوك 5 6 ملي كيبقاو عباد الله يروجوا لهم يستقر في اذهان الناس ان كل شباب المسلمين داير بحال هكذا. واش كاين شي واحد بعقلو غادي يخرج من امتحان ديال التربيه الاسلاميه ويقول لك راه حطوا لنا صوره ما كايناش في القران الكريم؟ كاين شي واحد بعقلو من اولاد المسلمين يقول مثل هذا؟ لكن شكون كتمشي تسول انت؟ فينقضح المشكل واننا تنكبروا بحال هاد النماذج. فوليداتنا كيبداو يكبروا على اعتبار انه هادو هما النماذج اللي كاينه، وهادو هما النماذج اللي كتشهر، وهادو هما النماذج اللي كلشي كيولي باغي يدير بحالها. فوليداتنا كيوليو باغي نديروا هاد العينات، كتبدا تكثر عندنا في المجتمع. في حين لو حطينا وليداتنا في طريق القران الكريم، وليداتنا كانوا غيكبروا بواحد المستويات اخرى، غيبدا يبان ليه هذا حق فيجتهد في اتباعه، وغيبدا يبان ليه هذا باطل فيجتهد في اجتنابه. وليتنا غيبدا يبان ليه اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، غيبدا يبان ليه من النجس في فكره ومن المتطهر في فكره. فالقران الكريم يعيد تحديد بوصله سيرك الى الله عز وجل. في لحقنا الوليدات من صغرهم في هذا السياق هذا، كي قلت لك راه ديروا كيقرا، ديروا يقرا في التعليم النظامي، يقرا في التعليم العتيق، يقرا في الاصيل، يقرا فين ما قرا، المهم تكون عنده صحبه مع كلام الله عز وجل. لكن باش تكون عنده صحبه مع كلام الله عز وجل، راه فاقد الشيء لا يعطيها الشرفه. راه ما يمكنش الدري من ديته ولا راسه يحل عينيه ويتم غادي يشد القران. راه النبي عليه الصلاه والسلام بعد الايات التي تلاها شيخنا في خواتم سوره الشورى، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم، الجمل رها، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، القران الكريم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان يدري ما قران وما والسنه وما وحي. كان رجلا صادقا امينا طاهرا مطهرا فيه كل صفات الصلاح، لكنه لم يكن بعد قد وضع رجليه صلى الله عليه وسلم على درب الإصلاح. 40 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام عايش في مكة المكرمة، من الذي كان يعرف من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أهل مكة فقط. شكون اللي كيعرفوا في الطائف؟ شكون اللي كيعرفوا في كذا؟ بل حتى الناس لم تكن تعرف أباه، ما مشهورش، معروف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لكن الناس كانوا يعرفون عبد المطلب لا عبد الله. أتوفي عنده 25 سنة وهو والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال حملا في بطن أمه، ما خاض معارك كثيرة ولا اشتهر بأمور. ديك الساعة باقي باه اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، باقي هو اللي عنده يعني المهام
ديال الاهتمام بالحجيج الى غير ذلك. باش اش النبي عليه الصلاه والسلام في السنه التاسعه في غزوه حنين لما انفض عنه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وبقي معه ذلك القليل، جعل صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. انتسب الى الرجل الذي كانت تعرفه الجزيره العربيه. قبل البعثه النبي عليه الصلاه والسلام كان رجلا صالحا كما ذكرت، طاهرا، صادقا، امينا، ملقب بالصادق الامين، لكنه لم يكن قد غير شيئا في منظومه الجزيره العربيه. علاش؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. كذلك وليداتنا راه ما يمكنش، راه لا يدرون ما الكتاب ولا الايمان. حنا بغينا الدري بوحدو لا خليه بلاتي باقي صغير لا بشويه عليه، انا اللي كتذبحني هذيك الكلمه ديال وشوي عليه غادي يتعقد لك الدري. أتضع ولدك في طريق القرآن الكريم وتقول لي الدري غادي يتعقد؟ عملي كتلقوا انت يمشي يلعب في الصال الجو وجلس يضرب في البيار وجلس مع الحشيشيه والسكيريه، ما خايفش عليه يتعقد؟ هذاك هو الانفتاح. وتيضرب الدري 18 عام ويولي كتافه قدام قد البغل وما قادرينش نهزوا فيه عينينا، عرفت شنو عندنا نقول ليه عافاك ولدي اجي تصلي. شنو صلى غيصلي ديك الساعه؟ ممكن ان ذاك الشاب يرجع الهدايه بيد الله، لكن شحال خصنا ليه ديال التماره؟ ماشي بحال لا من الاول حنا حاطينه في رياض القران الكريم وفي رياض التطبيق العملي للقران الكريم الذي هو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن باش هذا الوليد هذا يفتح عوينته في هالشيء راه ما يمكنش اشرفها. وليد ملي كيحل عوينته في الدار كيتلاح من مسلسل لمسلسل، الفيلم، البرنامج ديال الطبخ، البرنامج ديال الخياطه، البرنامج ديال الطوموبيلات، البرنامج ديال اللغو، على برنامج ديال ضياع الوقت، وكنسناو منه راه غادي يكبر في رياض القران الكريم. يقول لك لا 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 راه تنديه السبت والحد تنديه للكتاب. اش كدير الكتاب؟ كدير لي الرقيه على ذاك الجن اللي كان كيتفرج فيه السيمانه كلها ولا شنو؟ شنو يدير في الكتاب؟ يمشي في قصر الفقيه؟ قبل ما شوف الله يرضي عليكم، ضربوا طليله لتراجم العلماء. الواحد ماشي مشكل دابا كل شيء موجود في الانترنت، يدخل مثلا سير اعلام النبلاء ديال الامام الذهبي رحمه الله. انا اللي غنصيفط لك حاجه وحده، ما نقولش قرا الترجمه ديال العلماء كلهم، ما نقولش قرا الترجمه ديالهم كلها، انا نقول لك سير لنشاته وتعليمه. كل عالم كتلقى عندك نشاته تعليمه. اغلب علماء هذه الامه اش تلقاه؟ اول ما كيقول لك ختم القران على والده، هي الاولى. ختم القران على والده، ما كانش كيقول لك ختم القران على جده، كيقول لك اعتنى به عمه منذ صغاره. باقي على مال في الزمن الاول ما كانش الكتاب، كانوا الكتاتيب وكانوا ديك الساعه اللي كانوا الكتاب. ما دابا ولينا كنشحتوا يا ربي يطلقوا لنا الجامع نصلوا فيه الجمعه. الكتاب قال لك تسناو حتى لشهر تسعود. والله يصلح الحال. فهذه القضيه هذه يعني شنو؟ يعني كانت كتقول لك ان السلف رحمهم الله كان صاحب البيت هو الذي يهتم بولده قبل ان يحمل الاخر المسؤوليه. احنا دابا بغينا الفقيه اللي في الكتاب هو اللي يعلموا القران. وكنخلصوا عليه المدرسه، ومع المدرسه النهار الاول في شهر تسعود ملي كنخلصوا التريميسه الاولى وفري دانسكريبسيون تنخلصوا مع لاسورانس وكاع داك الباك اللي كنحسوا براسنا خلصنا فيه بزاف، وكنحطوا تحت منه الاستقاله من تربيه الاولاد. المدرسه هي اللي دير كل شيء. لهنا استاذ في شي مدرسه خاصه راه كيعرف هذه القضيه هذه. كيجي عنده شي اب ولا شي ام يقول لي لا والدري وما درتوش ليه وكيبدا يحاسب المدرسه على شي امور هو اللي كان خصو يديرها وما دارهاش. شريف فين غايب انت؟ طالق ولدك على مرابع وكتصحب حيت كتخلص عليه الفلوس، راه المدرسه غتربيه؟ المدرسه ما كتربيش، المدرسه تنمي اصول التربيه التي اخذها الولد في البيت، هذا هو الاصل. اما دابا مدارسنا راه لا يخفى على شريف علمكم تعليم شوف تشوف، اما التربيه الله يجيب. فاذا كان هذا البيت لا يعتني بتربيه الولد تربيه قرانيه صحيحه، والمدرسة لا تعتني بتربية الأولاد تربية قرآنية صحيحة، ولا يعولن أحد على ساعة أو ساعتين في الأسبوع، وضرب 24 في 7 وشوف شحال غادا تعطيك وخرج منها ساعتين، وهذاك الشيخ عنده واحد 20 و30 دري، هذيك 20 30 دري في ساعتين المكانة في أسبوع هو اللي كتسنى فيه غادي يربي لك الدراري. ما يمكنش عاوتاني. خصها شي شوية ديال الصراحة مع نفوسنا باش نقدروا شي شوية نزيدوا لقدام، وإلا راه يبقى الوضع على ما هو عليه. اش قالوا الاخرين؟ وعلى المتضرر كيقول لك اللجوء للقضاء، وعلى المتضرر اللجوء الى الدعاء. هادشي اللي غادي يوقع لك. خاصنا نعاودوا النظره في هذه المساله هذه. وعلينا اعاده النظره في هذه المساله. كتقول لي لا وسميتو حنا راه ماشي علماء ماشي مشايخ، على من انا عالم؟ انا راه لي حيت شويه طويله، ما انا عالم ما حتى حاجه.
اما المشايخ تبارك الله بين اللي قراوا القران ما دار لهم لا بروجيكتور لا حتى شي حاجه، النور ديال القران خدام. اما انا خصني هاد البوله والترياء ويحلوا الضوء وشوف تشوف، اما الكحوليه الله يخلي الحاله مستوره وخلاص، قضيه مظلمه الله يش... الله يستر حالنا وخلاص، الله يستر حالنا وخلاص. لا انا ملي كنتكلم على تربيه قرانيه، تربيه تقوم على مبدأين مهمين. المبدأ الاول الله المستعان هو المتعلق بما تلاه على مسامعنا شيخنا حفظه الله من خواتيم سورة الحشر والمعوذات الثلاث، وهذه الآيات كلها تقوم على مبدأ تعظيم الله عز وجل. ما هو المقام ديال التعظيم الذي نجعله في قلب أبنائنا؟ القرآن الكريم فيه السلف و 236 آية بالعد الكوفي اللي كنقراو به، العد المدني فيه السلف و 666، والآيات هي هي غير العد ديال الآيات اللي كيختلف. السلف 236 آية، غادي غتلقى فيه فيما لا يقل عن 240 موضعا كلها جا فيها لفظ الذكر بصيغ مختلفة، الذاكرين يذكرون، ذكروا، اذكروا، يعني في هذه المسألة بهذه الألفاظ 240 آية، يعني أكثر من 240 موضعا في القرآن الكريم من أصل السلف 236، وهذه نسبة كبيرة بالنسبة لكتاب جعله الله دستورا لهذه الأمة منذ 15 قرنا إلى قيام الساعة. نسبة قوية جدا للذكر الله. طيب أين ذكر الله في مجالسنا داخل البيت؟ أنا كنت على داخل البيت. أين ذكر الله في مجالسنا مع أولادنا؟ شحال من مرة وليداتنا تيسمعونا تنجلسوا معهم نتكلم عن الله بعظمة أو بتعظيم. بل شحال من مرة وليداتنا تيسمعونا نذكر الله داخل البيت. شحال من مرة؟ هذا هو المجلس اللي بغينا احنا، مجلس فيه الراجل، المرأة، الوليدات، قسمين المكانة، خمسة دقائق المكانة، أربع ساعات المكانة، تزيد أو تنقص، داكشي اللي قديتي عليه وداكشي اللي قدو عليه، ويعزلوا الوقت اللي بغاو هما، اش ما يقولش لك حقا تسلطتي علينا وكذا، شنو هو الوقت اللي يناسبكم في اليوم؟ 8 الليل، مرحبا، قرانت المشكل ما كاينش، مشات على 8 الليل. 8 الليل غادي نجيو غادي نجلسو بديتي ديري فولارك تأدبا إلى آخره، سجاهدة إلى آخره، افتح المصحف قرأنت 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 إيه قرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة، ويكون معاه واحد التفسير مختصر ميسر، داك اللي كيعطيك الحمد لله أن الحمد هو تمام الثناء وتمام الشكر لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي إلا له عز وجل، نقطة إلى السطر زيد الأخرى قرأها وفوت، سالي الفاتحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شكرا وليدات الله يرضى عليكم نوض فقط النهار الاول الثاني الثالث الرابع العاشر العشرين المية بارك عليهم الى هكذا. قد لا يجد الاولاد لذلك حلاوة في بداية الامر لكن القرآن كلام الله فهو يفعل فيهم دون ان يشعروا. كدور واحد دورة شويعتك يقول لك ولدك بابا واش هذيك القضية اللي شفناها قبيلة في الزنقة واش هو اللي كاينه في ديك الايه اللي قرينا ذاك النهار وان الله عز وجل قال لك هاد المساله هادي في كذا كتقول له ودي راه هي هذيك صافي وفوت. بدات الايات كتخدم على النبي عليه الصلاه والسلام باش خدم الصحابه المجالس الاولى ديال دار الارقام بن ابي الارقام اش كان فيها؟ اش كان فيها؟ نوطي يلاه نمشي بحالنا. المجالس الاولى ديال دار الارقام بن ابي الارقام اش كان كيتداول فيها؟ القرآن الله يفتح لك كلام الله عز وجل فقط. هذاك القرآن كان يعلم الأولاد التوحيد فلا يتعلق قلبهم إلا بالله. الدري كيطلع راجل ما عندوش مشكل اللي يخاف من هذه ولا يخاف من هذه، الهضره ديال بوعود أجيك رحمة الله بوقنبة أجيك بوخنشة هادشي كله تيطفى، كيبقى في قلبه الله عز وجل فقط، ما كيبقى عنده تعظيم فلان ولا كذا ولا كذا، لا كيولي عنده تعظيم الله عز وجل. فلا يجتهد في صرف العبادة إلا لله. القرآن تعلم أنه عليه عبادات هو مكلف بها يجتهد في الإتيان بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كيعرف من صغره راه متبوع بشي حاجة سميتها الصلاة صلاة 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 صلاة. دابا كاين شباب 18 19 20 عام تدخل عنده للدار كتقول لي عافاك الله يرضى عليك قبل ما يفوت عليه الحال ديك الزريبية الدري هو وخوته وقبيلته ما عارفينش القبلة في دارهم فين جات، ما عمرهم ما شافوا شي واحد تيسجد لله في الدار. واه انا في بلاد المسلمين ولا في شي بلاد اخرى عباد الله؟ وليدات كنواره بنيتات لابسين الطابليه يعني القليله ثانوي اعدادي ولا ثانوي تاهيلي
واحد مره انا هابطنيت من العماره ولقيت واحد جبنيتات جالسين في الدروج ديال العماره ربما الثانويه اللي حدانا. انا هابط في الدروج مع الزوجه وكذا والوليدات وكنسمع فيها تدندن مع صاحبتها تتغني. هبطت سميتو شافوني كرمو سكتو زدت انايا قلت لها ما شاء الله. قلت لها والله بنيتي الصويت عندك ممتاز. قلت لها عرفتي لو تقراي به القران كيطلع كي بقات كتمشي. قلت لها يلاه سمعينا شي حاجه. لا بنيتها صغيره. قلت لها سمعينا شي حاجه بنيتها صغيره وحدي مرتي يعني كنكتب وحدي غنديرها مثلا اوياك تصوري يقول لك ها هو كسميتو كذا وتولي هو كالعصا. دابا راه كلشي باللايف يلاه يخلي الحاله من الصوره. قلت لها قراي لنا بنتي شي ما قراي لنا شي دريه تلفات. قلت لها يلاه قراي لنا ايات الكرسي. ها ايات الكرسي يلاه قرايه وشفاء ورقيه وكاع داك الخير. قراي لنا ايات الكرسي. والله العظيم ما استقامت ايه الكرسي في فمها. حنا كنا حنا عارفين ان اول ما كنا كنبداو حنا باقيين صغار ما عارفينش الليف من الزرواطه كبدا بالفاتحه ايات الكرسي المعوذات بثلاثه. هذه باقي ما كتعرف حتى حاجه كتعرف هادو. ووليداتنا هادو فين بغينا نمشيو بهم؟ والله عز وجل وهبنا هؤلاء الاولاد وسيسالون عما فعلنا مع هؤلاء الاولاد. نحن نؤدي الذي علينا ونسال الله عز وجل ان يبارك فيهم. هادشي اللي كاين. فالقران يعلمهم التوحيد، يعلمهم العقيده الصحيحه، يعلمهم العبادات، ويعلمهم اصول الاخلاق والمعاملات. ويعلمهم ان خلف هذا كله يحتسبون الاجر عند الله سبحانه وتعالى. نطلب الله سبحانه وتعالى ان يصلح جميع اولاد المسلمين. لا كما ذكرت لما هي دردشه يسيره حول المناسبه كما يقول فقهاؤنا المناسبه شرط. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت اقدامنا دون ان نستغل هذا المجلس عسى ان ندخل في زمره الذين قال فيهم النبي عليه الصلاه والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. ونسال الله عز وجل الا نكون من الذين بطأ بهم عملهم فلم يسرع بهم نسبهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سيدي معاذ نسأل الله عز وجل أن يصلح غيث وأن يجعله غيثا على والديه وعلى الأمة كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي أهل بيتكم وفي الحضور الكريم. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر كاملا وأن لا يحرم أحدا منا أجر هذا الخير وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يصلح جميع أولاد المسلمين. اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين. اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين. اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين. اللهم أنر قلوبنا بنورك الذي لا يخبو أبدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا توثر علينا. اللهم بارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا وقلوبنا وأولادنا وأزواجنا، وبارك لنا في أعمارنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم استرنا وتب علينا وعافنا واعف عنا، اكرمنا اكرمنا ولا تهنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، زدنا من فضلك ولا تنقصنا. اللهم انك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم اعداءنا فاكفنا شرهم، وتعلم اخواننا فاجزهم عنا خير الجزاء. واغفر بفضلك لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آخر دعوانا إلى الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.